مصطفى فنان المدير العام للمشروع العائلي ديال مجموعة مدارس منار الصنوبر للتعليم الأولي والابتدائي، اللي في الأصل كان الوقعة اللي كيتواجد فوق هذا المشروع كانت مخصصة الحضانة، وسلكنا الطريق اللي سلكوه كاع المدارس اللي بالمنطقة هو طريقة الحصول على رخصة الاستثناء لتغيير الغرض المخصص له الوقعة. فعلا وجدنا ملف متكامل وقدمناه للسلطات الولائية واجتمعت اللجنة وعطتنا ترخيص باش نغيروا الغرض المخصص للبقاء من حضانة إلى مدرسة ابتدائية أو مدرسة مؤسسة تعليمية أولي ابتدائي. وبالفعل بهذاك الترخيص اللي كيعطيك واحد المدة ديال 6 شهور باش تدير تصميم تعديلي وتحصل على شهادة المطابقة وتحصل على رخصة البناء وتحصل كذلك على رخصة ديال التعليم. فعلا قمنا بهذه الإجراءات كلها وحصلنا على رخصة ديال الفتح من الأكاديمية، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، وبدينا كنشتغلوا بشكل عادي. لقينا إقبال لأن أنا أستاذ ديال اللغة الفرنسية لمدة 38 سنة في التعليم العمومي، وكيشتغلوا معايا ثلاثة ديال المفتشين من خيارة الأطر، مفتش ديال الابتدائي ديال الفرنسية، ومفتش ديال الابتدائي ديال العربية، ومفتش ديال الرياضي ديال السيت الثاني. كنشتغلوا ومعاونين على هذا المشروع، نجحنا. بطبيعة الحال النجاح في أي ميدان عنده ثمن وكيتحارب. خرج شكون اللي خرج لينا في هذه الحرب هو منافس لا يؤمن بمنافسة المنافسة الشريفة، مشى دعا الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وكيدعي نفوذ، وقدر يصدر حكم ضد الدولة المغربية اللي عطتنا الترخيص. وكيفاش ربح هذا الحكم؟ كاينه اجراءات ما دارتش، نحن لم نكن طرفا في هذا الحكم ولم نستدعى لهذا الحكم من البداية ديالو حتى النهاية، لا ابتدائيا ولا استئنافيا ولا في النقد، لم نكن طرفا نهائيا في هذا الحكم. صدر على الحكومة المغربية، وعلاش صدر؟ لأن إجراءات ما دارتش. بالله عليكم رئيس الحكومة ما استنفش في الوقت، وزير الداخلية ما استنفش في الوقت، دونك ربح هذاك الحكم من جراء إجراءات ما دارتش. ولكن هذا ما كيهمناش لأن احنا ما كنعتبر روسنا غير معنيين بهذا الحكم. ختامين بطريقة عادية اشنو وقع في 9/9/2016، كنت وصلوا بقرار من المدير الأكاديمية بسحب الرخصة. ما فهمنا والو. هذاك القرار ديال سحب الرخصة ديال الفتح المؤسسة تبنى على قرار ولائي اللي كيقول بأن هذيك الرخصة تسحبات، راه كاين حكم قضائي ضد الدولة المغربية وراه دونا بغرامة ولا ضائرة. فهمنا شحال هذاك الحكم صدر ضد الدولة المغربية ماشي ضدنا حنا. حنا نعتبر رخصنا قانونية ونعتبر العمل ديالنا قانوني، عندنا رخصنا اللي تعطونا من الدولة المغربية وبها الأختام ديال الدولة المغربية. إذا كانوا هاد الرخص مزورين حنا نمشيو للحبس، ما كاينش مشكل. حنا هاد الرخص كنعتبرهم قانونيين والاستثناء ما كيتراجعش. واش حنا وربعة المؤسسات في جنة كلهم عندنا استثناء، واش الاستثناء كيتراجع؟ راه هو قانون والحكم صادر فيه التعليل أنه إزعاج. دابا حنا جوج مدارس ملاصقين، وحدة كتزعج وحدة لا، ما فهمنا والو. ملي غيرنا الغرض المخصص للبقاء لان بقينا في نفس الدومين. حنا حضانه ودرنا مدرسه تعليميه، ما درناش ورشه ديال الحداده ولا درنا فرناتشي ولا ما فهمنا والو. اذا كنتفاجئوا بهذا القرار، ولكن رغم هذا كله بقينا مآمنين لان عارفين سيدنا الله ينصرو كيشجعنا على الاستثمار وكيشجعنا على باش يكونوا نخلقوا فرص ديال الشغل. حنا هذه المؤسسه مشغلين 37 اطار، وهذه المؤسسه فيها 330 ديال الوليدات اللي كيمشبتين بهذه المؤسسه، نظرا لجوده التعليم اللي كنعطيو لهذ الوليدات ونظرا لجوده التاطير اللي كاين في هذه المؤسسه. حنا ما كنجيبوش الناس بزز، راه كيجيو اختياريا، كاين اللي كيجي عندنا من المسيره، كاين اللي كيجي من ازلي، كاين اللي كيجي من بعيد كيجيو لهذ المؤسسه، اختاروا انهم يدرسوا في هذه المؤسسه وما احرار.
إذا النجاح ديال هذه المؤسسة يمكن خلق مشكل المنافس اللي ما يمكنش ينجح في الميدان. هذا ماشي شغلو هذاك، حنا ما كيهمناش هو، حنا كتهمنا غير الدولة المغربية اللي صدر في حقها الحكم اللي بغات تنفذ علينا. حنا رفضنا وعندنا الحق في واحد الدعوة اللي كتسمى تعرض الغير الخارجي على الخصومة، ملي كتكون انت متضرر وطرف ما كنتيش طرف الدعوة عندك الحق تدخل بهذه الدعوة. حنا كنتسناو راه رائجة في محكمة الاستئناف الإدارية، واستقبلنا من طرف رئيسة المحكمة اللي طمأناتنا وقالت لنا راه الملف غادي في طريقه الصحيح، عندكم أوراقكم كلهم قانونيين. واستقبلنا من طرف المستشار الأول ديال وزير العدل وحال المشكل ديالنا على الشؤون المدنية، وحتى هما استقبلونا ثلاثة المرات وأكدوا لنا بأن راه هذا الشيء عندكم كله قانوني وأن الرخص اللي كتوفروا عليهم قانونيين، راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يجادل فيهم. المسألة حنا عندنا الثقة في المؤسسات ديالنا، وحنا كنعتبروا أنفسنا جنود مجندة وراء صاحب الجلالة. الخطابات الأخيرة كتطمئننا، والظرفية الحالية كتطمئننا على المسار ديال المشروع ديالنا، وحنا غنستمروا فيه حتى لآخر رمق. إلا تبت بأننا حنا ماشي قانونيين وتبت بأننا مزورين شي حاجة، ما كاينش مشكل، نسدو ونمشيو ولا نمشيو للحبس ولا نمشيو لأي حاجة. حنا مستعدين لكل شيء. دابا ملي كتولي تستثمر رزقك ويجي واحد يسدو لك، راه من طبيعة الحال كتولي موجود لكل شيء. حنا موجودين لكل شيء، وحنا كنعتبروا روسنا جنود مجندة، كنأكدها وراء صاحب الجلالة، وحنا غادي نبقاو نتحاربوا في هذه البلاد باش نخليو لوليداتنا بلد آمن، ونخليو لوليداتنا بلد مستقر من جميع النواحي. لأن الفساد راه ماشي في الإدارة، الفساد راه كاين حتى في بعض الجشعين اللي باغيين يستوليو على المغرب كله بوحدهم. حنا بغينا نخلقوا فرص ديال الشغل، وبغينا اللي يعاوننا في هذه القضية، كنطلبوا فتح تحقيق في هذه النزيبة، فتح تحقيق حقيقي. ولا كنا ظالمين نمشيو للحبس، حنا كنطلبوا تحقيق، ما عندناش مشكل. إلا كانت هذوك الأوراق، أنا كنأكد بأن هذوك الأوراق إلا كانت مزورة وما فيهاش الأختام ديال الدولة المغربية، حنا مستعدين لأي حاجة بالحفاظ على رزق الفقراء ديك 37. ماشي أنا متقاعد، عندي تقاعد مريح، وليداتي قراو، اللي بقاو فيها هو ذوك 37 إطار اللي عندهم 37 أسرة وعندهم كريديات، خداو سلف ديك كريدي باش خداو السكن ديالهم، وكاين اللي معيش مو كاين اللي معيش با، هذو اللي بقى فيها. أنا أدافع هنا على رزق الفقراء وعلى ذوك الوليدات اللي مشبتين بهذه المؤسسة، نظرا للتعامل الإنساني ونظرا للتعامل البيداغوجي والتربوي اللي كيتمارس في هذه المؤسسة. هذا من جهة. من جهة أخرى كنتفاجئوا دابا، حنا استمرينا في العمل، حسينا بأن كاينة صعوبة ديال التنفيذ ديال الحكم، مستمرين السنة كلها. جات السلطة شافت بأن كاين مشكل وكاين وليدات وكاين تعاقد مع الناس، مشاو. حنا بقينا كنشتغلوا، دوزنا السنة كلها 2016-17، سجلنا الوليدات في أفريل، بدأت التسجيلات في أكتوبر، حنا خدامين، عندنا اللوائح ديال الوليدات اللي تقيدوا في مسار، العمليات اللي كتنجز في مسار كلها غادية بشكل عادي. كان نستلموا المذكرات من المديرية الإقليمية كسائر المؤسسات، آخرها توصلنا بالتوزيع ديال المفتشين ديال المناطق ديال التفتيش. ها هي عندي الوثيقة، لا بغيت نوريها لكم، ما عندي حتى مشكل. إذا 17/7 كيحبسوا علينا المسار. أنا أعتبر هذا عبثا، هذا عبثا، لأن أنت كتراسلني وأنت مخليني حبس المسار، حبسوا في آخر السنة وما نتعاقدش مع الناس، وما نتخلصش من عند الناس، وما ما نستثمرش في المشروع نزيد به نحبس، وديك الساعة غنمشي لقنوات أخرى. إذا أنا كناشد صاحب الجلالة وكناشد السلطات المحلية والسلطات الوطنية باش تشوف من حال هذا المشروع، وباش تشوف من حال المشروع الاستثماري، وتشوف من حال هذا 37 إطار، وتشوف من حال 330 تلميذ اللي كيقراو بهذه المؤسسة، وتحبس هذا العبث، لأن لا يمكن أن نستمر في هذا. وراء الخطابات الأخيرة ديال سيدنا كلها كتمشي في هذا المسار، ورحنا كنعتبروا نفوسنا جنود مجندة لإصلاح هذا البلد. ماذا عن الوقفة ديال الخميس؟ الآباء بشكل تلقائي ملي سمعوا الخبر راهم قرروا أنهم غادي يديروا وقفة أمام المدرسة، لأن احنا سلميين وما بغيناش المشكل ديالنا ياخذ أبعاد أخرى. سلميين غادي يدير وقفة
احتجاجيه امام المؤسسه نهار الخميس مع الخمسه ديال العشيه. والسلام.